فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تبين للمصلي أن الخطيب لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، فهل ينبهه على ذلك أثناء الخطبة؟ نعم ينبهه أثناء الخطبة. نعم، لكن بعضهم يتركها متعمدا، يقول هذا شغل الأولين، ولا يتركها متعمدا من باب أنه يعني يدعي العلم وأنه نعم يبتكر. نعم، الآن أكثر مبتلى بمخالفة من سبق، هذه المشكلة. نعم، ولو كان اللي سبق على السنة وعلى المشروع. نعم.